هنبتدي بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنبتدي من البيزك خالص. ها هبتدي البيزك بسرعه كده قبل ما نفوت، وبعدين برضو هنبتدي نفهم التيرمز بتاعه التشست. ها فاحنا النهارده هنبتدي بالبرنسبل والانتربريتيشنز بتاعه الاكس راي تشست. ازاي ايه هي البرنسبل بتاعتي وايه هي الانتربريتيشنز، واحنا ماشيين هيمر معانا شويه ساينز كده، هما ما خلصوش. كل جزء بنمر على شويه ساينز من الشست، إيه دي معناها ايه، دي معناها ايه. في اخر خالص الترمز ان شاء الله باذن الله هنجمع كل الساينز بتاعت الشست، ها، ونفتكرهم مع بعض ونعيدهم تاني. فانا من الاول خالص كده بنقول انت ازاي لما يجي لك اكس راي شست لازم في دي، برغم انها حاجات هايفه انها هي مهمه. هو بيحط النيم والايدج والسكس اللي احنا عارفينه. الماركر ده مهم جدا ليه؟ لان ساعات انت ممكن يكون الماركر غلط وتشخص حاله ايه، ها، داكستروكارديا. ماشي. البوزيشن اول ما تبص بص على ان السباينس بروسيس بتاعت الدي 4 بتوين التو هيدز اوف كلافيكلز. طب الكواليتي، الكواليتي اهم حاجه، اهم حاجه في الكواليتي ايه؟ ولاد ازاي اعرف ان الكواليتي بتاعت الشست دي مهمه؟ دي حاجات كلها فيرست بارت. ايوه الفيرتبرا بتاع البنتريشنز، يعني يكون في بروبر بنتريشنز للفيرتبرا الاند ديسك سبيسز شود بي فيزيبل بيهايند الهارت. يعني انت تجيب الهارت كده، لو لقيت الديسك سبيس باينه يبقى الهارت ده بتاعك كويس. خلاص يبقى اول حاجه عرفنا ازاي، دي حاجات بيزك خالص. يعني انت هتبص كده، وايه رايكم النهارده لو شفنا فيلم اكس ريشن اذا نطبق واحده واحده من الاول؟ يعني الكلام اللي هنقوله النهارده، ايه رايكم لو جيت بكره نروح نقعد في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الاكس راي ونطبق حالات الشيست، وما ناخد سي تي نعمل نفس الكلام. كده بقى الكلام هيثبت، مش هيبقى كلام نظري بنقول كلمتين وننساهم. فانا بقول الكواليتي بتاعتي اهم حاجه ان انا ابص على الفيرتبرال ديسك سبيس، عشان ما تقولش بقى ان الفيلم سوفت ولا الفيلم هارد. يبقى انت عينك فين؟ عينك على الفيرتبرال ديسك سبيس، انت الفيرتبرال انتر ديسك سبيس. طيب العيان ده لازم يكون فول انسبيريشنز، والكلام ده بقى نحرشه عن شعبه قبل التست بارت بالتفصيل. ازاي يعني ايه فول انسبيريشن، وازاي تعرف ان الـ ان الـ ان الها ان عن طريق الرابس؟ حد فاكر؟ ها 6 ريبس انتيريورلي و9 ل 10 ريبس ايه؟ ها بوستيريورلي. السوفت تيشو لسه بنبص على الكاست شادو والسبكوتينيوس انفيزيما والسوفت تيشو ماسس. خلاص يا جماعه. طيب اهم حاجه بقى، اول حاجه حتى انا كاتباها الابدومن، لان انت ما بتعمل شاشه اكس راي ما بتبصش خالص تحت الدايفرام، انما لازم تبص على الاكس راي تحت الدايفرام عشان ندور على ايه، على نيوموبروتينيوم. وطبعا البون عشان تشوف الفراكشرز والاوستيوليتيك او سكلروتيك ليجنز. بنشوف الكاردياك شادو، بنشوف الهايلم، بنشوف اللنج من الايبكس، من الايبكس بتاعتها داون وورد. اهم حاجه انا عايزه اقول لك على حاجه. طيب هل انا ببص على الهارت؟ ايوه لازم ابص على الهارت. ليه؟ لان اللنج يا جماعه اكستند بيهايند الهارت، وده اللي هنشوفه النهارده بقى. يعني اللنج نفسها الشادو، اللنج شادو بتاعها، يعني انت ممكن تلاقي ريترو كاردياك شادو هو ده عباره عن مثلا ده كله لابسه مثلا في اللور بول، فانت بتبص بيهايند الهارت عشان تشوف فيه اوباسيتي. ممكن تلاقي الشست قدامك كله انت مش شايف اي شست كومبليتلي نورمال، انما في حاجه ورا الهارت، يا اما الريترو كاردياك شادو، يا اما بنبص على ايه. احنا قلنا اللنج اكستند بيهايند الهارت، او بتدور على ايه يا جماعه بقى؟ على هيرنيا مثلا، او هايتس هيرنيا عندك، اللي هو ها اللي هو الكولو انتر بوزيشن والكلام ده كله. طيب احنا بقى الفيوز اللي احنا بناخدها، بناخد البي اي، انا مش هدخل فيه بسرعه، هنعدي الاي بي. بناخده فين؟ في حالات ايه؟ الاي سي يو. البي اي الكلام ده احنا كلنا عارفينه بريفيرد. ليه يا اولاد الكلام انتوا عارفينه بقى ليه البي اي بريفيرد؟ صوت عالي بقى، لان البي اي بريفيرد علشان الماجنيفيكيشن اوف هارت. احنا مش هقول طب ايه كمان اللي مهم؟ عشان الراديشن السوفت للبريست بالذات، البريست بيكون اقل. يعني العيان لما ينام وهو الهارت من الباك لورا، ها، بيكون عندي ايه؟ البريست مستخبي من قدام. انما انت لو حطيتي بي اي هيبقى فيه دايركت، ها، دايركت على البريست. طيب انا اهم حاجه، والسكابولا كمان بتكون اوت، ها، اوف ذا لانج فيلدز. طب اللاترال فيو ده بقى اللي مهم، ودايما كلنا مش فاهمين حاجه في اللاترال فيو، انما اللاترال فيو هنشوفه دلوقتي. شود بي يور فريند. خلاص. طيب بعد كده الديكيوبيتاس والسوباين، هما دول اللي انا عايزاك تعرفهم. يبقى قلنا البي اي والاي بي، وبعدين الديكيوبيتاس علشان حالات ايه؟ برافو عليكي. السوباين والديكيوبيتاس علشان اللاترال افيوجن، هما دول اللي احنا بنستخدمهم. الاكسبيراتوري علشان حالات ايه؟ علشان حالات الاير ترابنج وحالات الدايفراماتيك موفمنت. احفظوهم بقى، لان الكلام ده كله جاي. يعني ايه اير ترابنج؟ لسه جاي. ازاي اعرف ازاي في اير ترابنج ولا ما اعرفش؟ لسه جاي، بس احنا حفظنا دلوقتي. يبقى
احنا بنعمل بي ايه هو ده البوزيشن بتاعنا بالاي بي في حالات الايه حالات الاي سي يو اللاترال ديكيوبيتاس علشان حالات الايفيوجنز. تاني الحالات قلنا ايه تاني اكسبيراتوري علشان حالات ايه الحفاظه صعبه عشان حالات الاير تريبنج. عشان الكلام ده مهم جدا لما هنيجي نعمل سي تي نعمل مثلا نقول لك ايه يعمل اكسبيراتوري فيلم يعمل ديورنج الاكسبيريشن عشان نشوف حالات الاير تريبنج وفي نفس الوقت علشان نشوف حالات الدايفريم. والابيكال فيو واللوردوتيك فيو انا مش بهتم بيهم قوي لان دلوقتي في سيتي شيست حل المشكله بنعمل الايبكس بتاعت اللانج عشان الايبكس ايه بتاعت اللانج. طيب حد بقى احنا بدانا اهو ويتش فيلم ده اي بي ولا بي اي وليه الها ده ايه ده بي اي ليه برافو عليكم. شايفين هنا يا ولاد اول ما لقيت الاسكابيولا هنا يبقى ده ايه بالرغم ان الهارت هنا مش ماجنيفايد قوي ها يعني الهارت هنا مش ماجنيفايد قوي انما هنا شوف الاسكابيولا اول ما تشوف الاسكابيولا جوه تعرف ان الفيلم ده مش مظبوط يبقى ده فيلم ها ايه ده بي ايه وده ايه ها اي بي. احنا هنمشي كله كده يبقى ده بي ايه بيزك خالص يعني مفيش حد بقى يقلق بعد كده نمشي خطوه خطوه محدش له اي ها اي كومنت. يبقى ده عندنا ده البي اي وده الاي بي. ده عباره عن ايه ده اللاترال ديكيوبيتس علشان حالات ايه البلورال افيوجنز. نيجي هنا بقى الكلام اللي كنا بنسال فيه ناس حتى ناس كانوا في الدكتوراه مش حافظين الاناتومي كويس ده مكانه فين وده مكانه فين ونبص عليه. بصوا كده بقى يا جماعه ده الفيلم العادي اللي احنا هنبص عليه. انا هنا في الاول كده ده المكان لو لقيت الدايلاتيشن هنا ممكن تتوقع الليفت سب كليفيان يكون في انيوريزما او دايلاتيشن او اكتيزيا يبقى ده مكانه فين الليفت سب كليفيان. ده عندنا ايه الاورتيك ارش ده ها الليفت بالمونري ارتي اللي ما بينهم ده ده اللي هو ايه بقى ها ما بين الاورتا وما بين البالمونري يبقى المكان ده اللي هو الاورتو بالمونري ويندو. طب انا لو لقيت ليشن هنا في الاورتو بالمونري ويندو ممكن اتوقع ايه ممكن ليمف نود ممكن اورتيك انيوريزم ممكن ايه كمان او بالمونري ارتري انيوريزم يبقى ثلاث حاجات ممكن يبقى ليشن الحته دي. ماشي يا جماعه. طيب احنا فين ماشيين بالظبط كده ده الليفت هايلا اللي هو عندنا بولمونري ارتري هنا بقى ده الجزء من اللي هو الاتريال ابندج وهنا البوردر بتاع الهارت الليفت سايد كله بالليفت فنتريكل. يبقى ما حدش يقول لي هنا ده الناس كانت بيزك مش عارفه تقول الليفت فنتريكل من الليفت اتريم المكان هنا بتاع ايه يا اولاد ها الليفت فنتريكل. يبقى انا هنا في الهارت ما بشوفش في البي اي سوري ما بشوفش في البي اي غير ايه بقى الليفت فنتريكل هنا والايه والرايت اتريوم. حاجات بقى الليفت اتريوم دي اندايركت ساين دي ايه اندايركت ساين. هنا ده خلي بالكم الاسندنج اورتا وده الرايت ايه برانش بتاع البلمونري ارتري. خلي بالكم ليه بقول الكلام ده لان الكلام ده ما هيجي لو انا فاهمه كويس قوي اما اقول لك سيلويت ساين مع الاسندنج اورتا يبقى احنا بنفكر في ايه اما هقول سيلويت ساين مع الديسندنج اورتا بنفكر في ايه. لو لقينا ان هو في ماس ليجنز في الاورتو بالمونري ويندو هقول بنفكر في ايه. ماشي وما ابص على هنا يبقى انا دلوقتي وما حدش لما يجي يقول لك بنشرح في البي ايه ما بعلقش غير على الليفت فنتريكل وعندنا على الجهه الثانيه ايه الرايت اتريوم. لو في حاجه ثانيه يبقى ان دايركت ساين. خلاص هنا نفس الكلام شفتوا بقى انا مركزه عليها قوي فين ال اها ده ايه ده الاورتيك نوب او الاورتيك ناكل وده ايه الاورتو بالمونري ويندو وده ايه البالمونري ارتري. لما يجي هنا يبقى يا اما ايه يا اما نود يا اما اورتيك انيوريزم يا اما دايليتيشن او انيوريزم فين في البالمونري ارتري. حفظناها. طيب نيجي لهنا شايفين بقى حتى ده البيزك انا بشيلها في البيزك قوي ازاي اقيس الهارت اللي هو الكارديو ثوراسيك ريشيو باجي في الموست وايدست بورشن ما اجيش فوق هنا كده يا اولاد واقيس باجي في الموست وايدست بورشن واخدها مقاس اللي هو الكاردياك او ترانس كاردياك ايه ترانسفيرس كاردياك دايامترز وبعدين اخد بقى من النص هنا من الميد لاين وامشي مع الشيست. المفروض ان هو يكون في الكبار اقل من كام من 50%. طب في الاطفال كام في الاطفال يا جماعه كام 55%. يعني لو لقيته كبير شويه في الطفل يبقى ده نورمال خلاص. يبقى في الصغيرين في الكبار في الادلت قد ايه 50 وفي التشيلدرن 55. هنا بقى بصوا انا بقى ده اللاترال فيو يا ريت احنا عايزين بقى بص اللاترال فيو كل الاناتومي واضح جدا بس بدليل بس لازم يكون معمول فعلا ها بالديفرنت كرايتيريا بتاعت اللاترال فيو. ده ايه ده البلمونري ده الاورطة وده البلمونري واللي ما بينهم ده ها الاورتو بلمونري ويندو. هنا بقى احنا قلنا في الاي بي بنشوف حاجتين بنشوف اللفت فنتريكل وبنشوف ايه الرايت اتريوم. طيب من هنا بقى نشوف ايه ده الرايت فنتريكل يبقى الرايت فنتريكل ما علقش عليه غير فين
برافو عليكم. قدام ده قدام انشيريور، وورا الليفت فنتركل، وهنا كمان ايه الليفت اتريوم. يبقى انا دلوقتي لما انا اعمل اللاترال فيو قبل ما اشوف البوزيشنز بتاعه اللنج والليجن بتاع اللنج، انا بتكلم عن نورمال اناتومي خالص. الرايت فنتركل هعلق عليه، الليفت اتريوم، وكمان الايه الليفت فنتركل. الليفت فنتركل زي ما انتم شايفين كده هنا في البري فيرتبرال، ها اير البري فيرتبرال اير سبيس، لان لو الليفت فنتركل كبر هتبص تلاقي ان ايه بقى ايه اوبليتريتد. ماشي يا جماعه. ده طيب انا عايزه اقول حاجه تانية. ايه زي ما قلنا الكرايتيريا هناك، الكرايتيريا هناك ان انا اشوف الانتر فيرتبرال سبيس عشان اقول البروبر بريديشنز، وقلنا هنبقى ان شاء الله نبتدي نتابع. بص على الفيلم الاول، حتى لو نورمال ده نورمال ولا مش، ايه رايكم نبتدي كده ده نورمال ولا مش نورمال، ها ونبص على الاناتومي وبعد كده نبتدي حته حته باثولوجي. لازم انت عندك طبعا الابر فيرتبرا بتبقى برايت شويه، ها ليه؟ لانها سوبر امبوزد بالشولدر، فدايما انا مش هقدر ابير وايت اند ان ديستريك. انما انا لو لقيت المفروض ان اللور فيرتبرا اللي انا شايفاها كده بتبقى داركر وديستريكت. طب لو دنسيتي، الدنسيتي وكلاريتي اوف ذا لور فورم از يونيفورم، انا لو لقيت بقى هنا بقت ايه ديفايند كده اوباستي، يبقى في هنا ليجن. فاهمين يا جماعه؟ يبقى انا دلوقتي بقى عيني بقى، يبقى انا كده خلاص، يبقى انا عيني لما اشوف الفيرتبرا هنا، يبقى انا هنا عيني على الانتر فيرتبرا ديسك سبيس. واهم حاجه اللي انا دايما بتفوت عليا اشوف ريتروكارديا، حتى الريتروكارديا دي دايما بتفوت علينا كلنا، وهنا نشوف فين اللور فيرتبرا. نيجي بسرعه برضو على الميدياستاينم عشان اقسم الميدياستاينم بيتقسم بايه يا اولاد، ها بيتقسم لسبيرو ميدياستاينم وبيتقسم لايه لانفيرو ميدياستاينم. السبيرو ميدياستاينم بيبتدي عند مين؟ عند دي 4. من دي 4، من اول دي 4 لغايه الاسترنم اليوبا استرنيال، كل اللي فوق ده اسمه ايه؟ ها سبيرو ميدياستاينم. هقول لك بقى يا انت، انت لو لقيت لينف نود مثلا، ها ابقى في الاورتيك ارش، خلاص ده سبيرو ميدياستاينم لينف نود، خلاص انت بتقول ميدياستاينم ده سبيرو ميدياستاينم لينف نود ان ريليشن للسوبيريور، ها لو الجريد فيزلز اوف ذا سبيرو ميدياستاينم. طيب لو انا قسمته بقى بعد دي 4 يبتدي يتقسم زي ما احنا كلنا عارفين لانشيريور وميدل وبوستيريور. انا كده مشيت بسرعه. اللي جاي بقى اللونج اناتومي، اللي انا ازاي بقى تعرف الريجن في الشيست اكس راي، ازاي ده في البي اي وفي اللاترال فيو، حاجات بيزك خالص بس ازاي عشان تتخيل، ها احنا طبعا في الاي بي بنقسمها لايه؟ لابر وميدل ولور لانج زونز. انا مش هخش بسرعه، كلكم حافظينها، ها عارفين طبعا ولا اقول اللونج اناتومي بسرعه؟ حافظينها؟ حافظينها كلكم؟ حد مش حافظ؟ محدش يكسب يا جماعه. يعني بسرعه كده الرايت ابر لوب بتتقسم لايه؟ ابيكال وانجيرو وبيستيريو، والرايت ميدل لاترال وميدل، واللور ها ابيكال وانجيرو وبيستيريو ميدل. اللور اهم حاجه بس على الليفت ان الجينجولاي ده جزء من الابر لوب. ما حدش يقول لي اللينجولاي، لما تلاقي اللينجولاي قلت يبقى ده ابر لوب. الابر لوب ده جزء منين؟ من اللينجولاي. واللور لوب عندنا سوبيريور وعندنا انفيريور، اللينجولا سوبيريور وانفيريور، واللور واللور لوب كله موجود ما عدا ايه؟ الميديال. ايوه هو هنا كده بيتخيل، يعني انت بتتخيل في اللاترال فيو ان انت ده اللي هو الاوبليك فيشرز، وده كده منه ترانسفيرس فيشر، كل ما هو فوق ده كل ده ابر لوب، ميدل لوب، لور لوب. ماشي يا جماعه. نيجي بقى هنا، بصوا بقى انا حاطه لكم الافلام دي عشان تتخيل بالوضع لو الليجن موجود هنا هيبقى موجود هنا ازاي في اللاترال فيو. ممكن تركزوا قوي معايا. لو انا عندي هنا الرايت ابر لوب، ها احنا بنتخيل يعني ان ترانسفيرس فيشر، او سوري ان الترانسفيرس فيشر هنا، يبقى اللي هنا كل ده لو ده رايت ابر لوب يبقى ده فين؟ ها موجود معايا هنا في الايه؟ في الترانسفيرس فيشر. اللي انا عايز اقوله ايه؟ اللي انا عايز اقول لو في ليجن فوق كده في الابر لوب، هل ممكن جاي كده في الانتيري لازم يبقى في الابر لوب؟ انا هعمل اللاترال بس عشان اعرف ده انتيري ولا بيستيري ولا ابيكال. خلاص يا جماعه، يبقى كل اللي فوق في الابر لانج زونز اللي انت شايفاه ده انت متخيل انه هيبقى فين؟ في الابر لوب. طب هل كله كده؟ لا. شوفوا بقى هنا، ده بالرغم ان هو شايف اللانج هنا فين؟ الليجن فين هنا؟ الليجن فين هنا؟ في اللور لانج زون. انما هل هو فعلا تقول ممكن انت تقول ده لور لوب؟ لا ما هوش لور لوب. فاهم ازاي؟ ممكن يبقى جزء لور لوب وممكن يبقى ميدل لوب. في بقى ساينز تانية معينة، أما لو أنت عملت اللاترال فيو هتتأكد فعلا إن هو في الميدل لوب. بس خلي بالك معايا، هنا الميدل لانج زون ما بيدخلش الريترو كاردياك وما بينزلش تحت الدايفرام. شايفين بقى هنا؟ الرايت لور لوب اخد فين؟ اخد جزء بقى هنا كده من الهوا من الميدل لانج زون، واخد اللور لانج زونز ودخل فين؟ بلو دايفرام. يعني انت لو ليجن هنا، هل انت تتوقع ان هو هتقول ده ان ما دام موجود ميدل لانج زون او ميدل؟ لا. ليه؟ لانه ممكن يبقى في الابيكال سيجمنت بتاعت الرايت لور لوب. فاهمين يا جماعه؟ واللي انا عايزه اقوله لك ان ليش
عشان ممكن اكستند بلو دايفرام. ايوه اكستند بلو دايفرام في عينك تبقى واخده. انما لو عملت انت كده، لو عملت انت اللاترال فيو هتلاقي كل ده، كل ده اللور لوب طبعا انكلودنج هنا الابيكال سيجمنت اللي هي انكلودنج هنا الليجن. لما يجي عند الهايلم واخد الحته دي، انت ممكن تتوقع ان هو في السوبيريور سيجمنت بتاعت مين؟ بتاعت اللور لوب. فاهمين يا جماعه ماشيين براحه معايا ولا في حد؟ ها اوكي. طيب نيجي هنا بقى، بصوا بقى هنا كمان، ها الليفت ابر لوب واخد فين يا جماعه لغايه فين؟ حتى جزء منه ريترو كاردياك. واخدين بالكم كل ده، كل ده ليفت ابر لوب. هل انت تتوقع لما يجيني ليجن هنا، ده اللي انا عايز نحط البيس بتاعنا هنا ليجن، هتقول ده ليفت لور لوب؟ لا مش ليفت لور لوب، ده ابر لوب، لان الجزء من اللانجولا واخد الجزء بتاع ايه يا اولاد؟ ها اللور لانج زون. ماشي. انما لو عملت اللاترال فيو، ها هيبان لك ان هو فين؟ كل ده الليفت ابر لوب انكلودنج اللانجولا. واحنا قلنا عندنا سوبير وانفيرو لانجولا، وهنعرف مكانهم بالظبط فين، عشان الكلام ده بعد كده هيبقى سهل قوي. في سي تي اسهل بكتير من الكليكس. خلاص. يبقى انا اللي انا عايز اوصله لك ان لما ليجن تلاقيه هنا او هنا، ها في الـ في الـ في الـ في الـ في اللور لانج زون، ها ما نقولش على طول ان ده ايه لور. ممكن حاجه، هو ممكن يبقى ميدل لوب، ممكن يبقى لانجولا، ايوه ممكن، صح ممكن يبقى لور لوب، ايوه ممكن. انما دايما اللور لوب بينزل تحت الدايفرام وبيخش كمان ريترو كارديك. شفتوا بقى الليفت لور لوب هنا؟ بصوا على البي اي، شايفين يا جماعه واخد منين لغايه فين؟ ريترو كاردياك، واخد لغايه فين؟ واخد كمان بلو دايفرام. انما طبعا اللاترال فيو بيبين لك، يعني انت لما يجي لك ليجن زي كده، تعالوا نتبع الاساليب دي. احنا عشان بنسحر بنقول السي تي، بنقول في ليجن موجود في الميدل لانج زون، سي تي سكان از ريكومند. طب ايه رايكم لو طبقنا وعملنا فعلا اللاترال فيو وقدرنا نشوف الليجن ده مكانه فين؟ ده بقى التاني بقى السهل هنا، دولت فين دول يا اولاد؟ احنا عندنا ده اللي هو عندنا ده ايه بقى؟ ده الايه؟ الابيكال سيجمنت. ده كده بقى هنا بقى دخلنا بقى في اللي هو السيجمنتس اللي انا بشوفها. ده الابيكال سيجمنت، لان انت عندك اللاترال فيو، انت هنا كده هتقول ده في الانشيرو لوب، ده في الايه؟ في الابر لوب. وممكن بقى تعمل بقى هنا، يبقى طالع معاك فين؟ في الابيكال سيجمنت. هنا ده شوف انت مش قادر تفرق ما بينهم، ده طلع فين؟ في البوستيريور سيجمنت. ده طالع فين؟ ده في الانشيرو سيجمنت. طب هل انا ممكن اعرف دي بقى فكره صغيره، هل انا ممكن اعرف ان الليجن فوق هنا ابر ولا ميدل انشيرو ولا ابيكال ولا بوستيريور؟ ايوه انشيرو. بس يا بيه لو طلع الانشيرو فيشر اللي هو الترانسفيرس فيشر زي ما بقول، وطلع الليجن قدامه، يبقى ده على طول ايه؟ انشيرو سيجمنت. خلاص. يبقى من الحاجات اللي انا بعرفها من الانشيرو هنا اللي هو ايه؟ اللي هو الانشيرو سيجمنت بتاع مين؟ الرايت ابر بي. لو انا لقيت قدرت احدد الترانسفيرس فيشر ولقيت الليجن قدامه، يبقى ده على طول ايه؟ ليجن في الانشيرو سيجمنت. شكرا. نيجي لهنا، تتوقع ده فين؟ اهو الايه؟ صوت عالي، عايز اسمع. الابيكال بتاع اللور، صح؟ شوف ده مكانه فين؟ اهو عند الهايلم. بالرغم من ده يبقى ده الابيكال بتاع اللور. طب ده مكانه فين؟ لا بقى هنا احنا قلنا البيت، هقول لكم تكه صغيره. اللور بقى احنا عندنا ايه؟ عندنا الميديا بيزل، وعندنا اللاترال هام، اللاترال والانجيرو. الحته دي الوحيده اللي انت ممكن تفرق، يعني الميديا البيزل هنا كده هتلاقيه شويه قريب من الهارت. فين الصوره؟ بتعرف فين؟ اهو الميديا البيزل كده، ده ميديا البيزل يا اولاد، ها ده ميديا البيزل. انما بص ده الايه؟ ده ها لاترال وانجيرو بيزل. الانجيرور واللاترال بيزل هنا، يعني الانجيرور يجي هنا، بس انت مش هتعرفه غير اما تعمل ايه؟ ما تعمل لاترال فيو. ده هو ده، شفتوا بقى ده فين كمان؟ لاترال بيزل. يبقى ده انتيريور وده لاترال بيزل. انما ده ايه؟ ده ميديال بيزل. طيب البوستيريور بيزل دايما بتلاقيه نازل شويه تحت الهارت، وهتعمله بالايه؟ باللاترال فيو. هو طبعا مش هيبقى بالدقه قوي الا اذا كنت عملت ايه يا اولاد؟ عملنا اللاترال فيو. هنا مش عايزه اتقل تاني، احنا قلنا ده كده يبقى ايه؟ ده كده ابيك بوستيريور، ده ايه؟ لا حته بقى حلوه عايزه اقولها لكم بقى. هنا الليجن لما يجي كده وجنب الهارت من هنا كده، ده سبيرو لينجولا. انما الانفيريور لينجولا، ها الانفيريور لينجولا تبقى عامله ايه؟ حضنه الهارت. ازاي اعرف السبيرو لينجولا من الانفيريور لينجولا؟ الانفيريور لينجولا زي الميديال سيجمنت بتاعت مين؟ ها برافو عليكم، حضنه الهارت. يبقى انا هنا لما الاقي الليجن حاضن الهارت، ها وعامل سيلويت ساين مع الكاردياك بوردرز، يبقى ده ايه؟ انفيريور لينجولا.
ماشي يا جماعه، ده هنا فين اهو، ده سبيرولينجولا. سبيرولينجولا بيجي برضو على الهارت، انما شايف هنا كده ما يجيش تحت على اللور بوردر ابدا، يجي عند الابر بوردر بتاع الهارت، ده سبيرولينجولا. انما الانفيرولينجولا وفي السي تي لما تلاقيه لاترال لبره يبقى ده سبيرولينجولا. ده تيالي نفس الكلام. نيجي بقى كده خدنا بيزك كده بسرعه كده عشان بقى انتوا اللي هتقولوا ليش انت فين، وهنمشي حته حته. طيب ايه الباثولوجيكال انتيتي اللي موجوده في الشيست كله عشان الشيست يبقى سهل قوي؟ اول حاجه بنقول انا هنتكلم عامه، وبعدين بعد كده كل محاضره هنمسك حته حته لما نحفظها صم. يعني ايه كونسوليديشن، يعني ايه اتلاكسس، وازاي افرق ما بينهم، وانتوا اللي هتفرقوا معايا. هنا الحاجات كتيره كده، في يعني ايه كافيتري ليجن، يعني ايه شادوينج، اير سبيس ديزيز، بلور ديزيز، مش هتكلم عليه النهارده لان هاخد كل حته بقى بعد كده بالتفصيل. انما النهارده هنتكلم يعني ايه كونسوليديشنز، ها يعني ايه اكيلاكسس، وبعد كده نتكلم عن كل النيمونيا وايه كل حاجه كاركترستيك لها فيها. بس النهارده هنركز قوي يعني ايه كونسوليديشن، يعني ايه اكيلاكسس. الكاركترستيك ها فيتشرز بتاعت اي بولمونري بارينكايمال ديزيز ايه هم؟ ازاي تعرف ان ده بارينكايمال ديزيز؟ عشان اعرف فيه بارينكايمال ديزيز لازم الاقي فيه اوباستي. طب الاوباستي نوعها ايه؟ الفولار اوباستي. طب الفولار اوباستي دي معناها ايه؟ ها برافو عليك، الفولار سبيس ريبليسد باي انيثينج. انيثينج يعني ايه؟ ممكن يكون اكسوديت، ممكن يكون ايه بلاد، ممكن يكون تيومر، اي حاجه. ده اي حاجه الفولار اوباستي يعني الفولار سبيس فيلد وذ سمثينج. الاقي فيها اير برونكوجرام يبقى انا في بارينكايمال ديزيز، سيجمنتال او لوبر يبقى انا في بارينكايمال ديزيز. هل البارينكايمال ديزيز كلها بتحترق بتبقى سيجمنتال لوبر؟ ايوه معظمها. ليه؟ لانها بتبقى الفيشرز هي اللي بتعمل لها حدود، انما في حاجات بقى ما تعملش حدود للفيشر اللي هي ايه؟ السي بي، ايه كمان؟ برونكوجينيك كارسينوما والفانجل انفكشن بالذات الاكرينومايكوس. ماشي يا جماعه؟ نحفظهم سام؟ يبقى ايه الحاجات اللي مش ريسبكت الفيشرز؟ التي بي برافو، والبرونكوجينيك كارسينوما. حاجة تانية برضو بتمشي معايا مع البارينكايمال ديزيز، أول ساينز هناخدها في الشيست كله اللي هو السيرويد ساين، واللي أنتوا كلكم حافظينه وعارفينه. السيرويد ساين يعني إيه؟ لا مش الهارت بس، لا الأولاد. السيرويد ساين اوبسكيوريشن أوف أنورمالي سين بوردر دايفرام أو هارت. يعني أي حاجة، أي حاجة سين بوردر بالذات الهارت والدايفرام، مش الهارت والدايفرام بس، الهارت والدايفرام والأسندنج أورطة والديسندنج أورطة، ها؟ وفي حاجة اسمها هنمشي حتة حتة. يبقى أنا دلوقتي عندي السيرويد ساين، ها؟ ماشي اوبسكيوريشن أوف نورمالي سين بوردر. لو الأسندنج أورطة اللي هو السيلويتد، ها؟ عشان أنتوا هتشوفوا دلوقتي. يبقى عندي إيه؟ الأنتيريور سيجمنت، ها؟ أوف رايت أبر لوب. ماشي يا جماعة؟ طيب لو أنا عندي الرايت كاردياك بوردر حافظينه كلكم، يبقى ده إيه؟ ميدل لوب. طب لو الديسندنج بالمونري ارتري يبقى ايه؟ لور لوب. يبقى الديسندنج بالمونري ارتري يبقى لور لوب، لو الاسندنج اورتا يبقى ايه؟ رايت ابر لوب. مفهوم؟ دول زياده مع الهارت يبقى ايه؟ ميدل لوب. قبل ما اخش الكلام ده تاني، يبقى البارينكايمال ديزيز لو انت عايز تعرف البارينكايمال ديزيز هتبص على ايه تاني؟ الفيرال اوباستي. تاني حاجه ايه؟ برونكوجرام سيجمنتال او لوبر، برافو. ايه كمان؟ خلاص افندم، قبلها قبلها البالمونري سوري ديسندنج بالمونري ارتري لور لوب. ليه بقى؟ لان ساعات في حاجه اسمها اوفر لي ساين، البالمونري ارتري هو اللي فعلا بيعمل سيرفيت ساين اللي هو ايه؟ طبعا عند الهايلم، وبتقولي عليه دلوقتي، هنجيب حاله دلوقتي هتشوفيها. الاوفر لي ساين، اوفر لي ساين يعني مفيش سيرفيت، شوفي البالمونري ارتري من خلاله. يبقى ده ايه؟ لسه جاي حته حته. انما لو انت سيرويتد هتقولي ايه؟ يبقى لور. خلاص؟ طيب نيجي بقى، انا بقى دلوقتي ده بارينكايمال ديزيز، ازاي هنعمل بقى ريبورت للتشست؟ هنعمل ريبورت للتشست ازاي؟ هنقول لما تلاقي اريا دي بتقول في اريا اوف كونسوليديشن، ده ينفع راديولوجيكال ريبورت؟ ايوه ينفع. اير سبيس اوباسيتي ينفع؟ ينفع. فلافي كوتون ابييرنس او فلافي دنسيتي او بولموني انفلتريشن، هتلاقي ناس كتير جدا نيومونيك انفستريشنز، يعني ممكن تقولي نيومونيك على حسب ما انت شايفه، مش قادره تحددي كده. في رايت ابر لوب انت متاكده انها نيوموني، رايت ابر لوب نيومونيك انفستريشن، ما انتش عارفه. ان اير سبيس شادوينج في البين اكس راي، اير سبيس شادوينج او اير سبيس ها كونسوليديشنز،
يعني كل الكلام ده ممكن نقول عليه ها ده اللي هو السبيسيفيك يعني تو كونسوليديشن اير سبيس اوباسيتي فلافي دنسيتي. طب هو سبيسيفيك لحاجه؟ هو مش سبيسيفيك لحاجه، ممكن يكون ده اتلاكسس، ممكن يكون ده هيموريدج، ها ممكن تقول عليه برضو كده ان اير ان في حته كده في كلاسيك اريا اوف كونسوليديشن ويز برونكوجرام سين في الحته الفلانيه. انت عارفه ان العيان ده تروما، يبقى الكلام ده كله ايه؟ يبقى بليدنج. ماشي يا جماعه؟ ايه رايكم بقى في المكان ده؟ انتوا اللي هتقولوا بقى. ده ايه؟ ده يتقلق الكلام موجود بس ده خلينا نوصف بقى. ها دي اسمها ايه؟ ايوه كونسوليديشن. ليه بقى قلنا عليه كونسوليديشن ليه؟ قبل ما اقول كونسوليديشن، طب ليه هل تاتي لاكسس؟ ده نقول عليه نيومونيك كونسوليديشن. ليه؟ لان فعلا الفوليوم بتاع الابر لوب هو ريبليز باي ها باي اير سبيس شادوينج كله، وفعلا في لوبر والفوليوم ما قلش وفي اير برونكوجرام. ماشي يا جماعه؟ ماشي. في حاجه ثانيه بقى اللي احنا بنقول عليها الاسندنج اورتا، ده اللي بنقول عليه في لوس للسيلويت ساين بتاع الاسندنج اورتا، يبقى ده معناه ايه؟ ده سيلويت ساين، مفيش شفت للميدياستاينا زي ما هي قالت، والترانسفيرش فيشر نوت سيجنيفيكانتلي شفتد. خلاص يا جماعه؟ يبقى انا اللي بصوا بقى على الكلام عشان لما نيجي نبص على كلاسيك، يبقى انا اهم حاجه بالنسبه لي ايه؟ ديكريز اللانج فوليوم ولا لانج فوليوم كويسه؟ لقيت اللانج فوليوم كويسه يبقى احنا بنتكلم على ها كونسوليديشن. ايه رايكم هنا بقى؟ شوفي بقى الدكتوره اللي احنا بنقول عليه الكلمه اللي كنت قصدي، بس فين هنا كده؟ بصوا كده في هنا ايه؟ في دنسيتي ها فين؟ في الرايت ميدل لانج فيلد، صح؟ هنا كده او الرايت ميدل لانج. ماشي. في لوس والسوبيت ساينت مع الكاردياك بوردر، هو فين خالص كده؟ بس في حاجه مهمه قوي عشان ما اقولش ان هو اللور لوب، اللي هو ايه بقى؟ البولمونري ارتري انا شايفاه من خلال الدنسيتي، يبقى ده ايه؟ بوزيتيف ها بولمونري اوفرلي ساين. يبقى احنا دلوقتي خدنا الساين الثانيه، يبقى احنا خدنا الاول الساين الاولاني اللي هي السيلويت، ثاني حاجه اللي هي اسمها ايه بقى؟ بولمونري ارتري اوفرلي ساين. انا لما اتوقع من هنا يبقى اتوقع ان ده مش لوور لوب، لانه لو لوور لوب كان هيعمل له ايه؟ سيلويت ساين. ماشي يا جماعه؟ ده فين؟ بصوا بقى هنا كده الكلام اللي احنا قلناه، انا فين البتاع؟ الكلام اللي احنا قلناه في فينتو باسي كده، صح؟ انت مثلا فينتو باسي دي انت من هنا من البرين تقدري تقولي ده نتوقع بقى زي ما احنا عرفنا من الاول ده ميدل لوب ولا لور لوب؟ لا ما هياش معديه. بصي هتشوفي الاثنين مع بعض، عشان كده بصي عشان كده لازم نعمل بصي. طب انا عايزه اقول لك على حاجه، الكاردياك بوردر الفيلد بتاعي هنا ايه؟ هنا بقى هي جايه قدام الكاردياك بوردر انا اشوف فيه ولا لا، عشان تقولي لها لوور لوب. بصي يا جماعه التكه بقى، بص على الدافرام من تحت، لو الدافرام من تحت سلويتد ها وما انتش قادره تشوفه يبقى ده ايه؟ لوور لوب. ما انتش قادره تشوفيه بقى يبقى ده ايه؟ اتوقع ان هو ميدل لوب. لما اتوقع ان هو ميدل لوب اعمل اللاترال فيو، شايفه هنا بقى؟ ميدل لوب كلاسيك. يبقى انا بقى ايه ده ودايما هقول لكم على تكه حلوه، دايما الميدل لوب كونسوليديشن او بس تلاقيه فيجو بس مش قادر تمسكيه، فيجو بس فيجو بس كده وتلاقيه في اللور لانج زون واخد ميدل ولور لانج زون فيجو بس. بصي على الهارت كده لو لقيتي عامل كده مش قادره تشوفي الهارت بوردر كويس بس الدايفرام عندك ديستركت يبقى انت ايه؟ ميدل لوب. طيب ايه رايكم في ده بقى؟ ايوه ليه لور من غير ما نبص على الصوره؟ ليه لور؟ الدافرام. برافو عليكم. طيب بقى قدرت تعرف من هنا الدافرام مش موجود، يبقى هو ده البوزيتيف سيلويت ساين بتاع الدافرام. الدافرام مش موجود يا فندم. برافو برافو. شفتوا بقى الكلام السابق يعني كده 100 100. يبقى انت اهو لور في اريا. طب نوصفها ازاي؟ عايز حد يكتب الاكس ري شيست ده. حد يقول كده نقول ايه؟ طب ايه رايكم لو قلنا كمان زي ما بنكلك في اير سبيس شادوينج في ان اريا اوف كونسوليديشنز از نوت في الحته الفرنيه ها في الحته في الليفت لور لوب اسكيورنج اللي هو الليفت هيبي دايفرام ونيجاتيف سيلويت سايد اوف ذا كاردياك بوردر
and showing small area of pneuma to seal inside. يبقى انا كل ده impressive of lower lobe pneumonic consolidation. صح كده؟ يبقى 100 100. يبقى انت بني ادم كده ها قدرت توصف بني ادم محترم. طيب هنا ايه رايكم؟ ده اللي انا عايزه اقوله لكم بقى. برضو هنا انت مش قادر تفرق صح في لور اوباستي ها، بس هنا انت قادر تشوف شويه دافرين، مع ان انا برضو مش قادره قوي اشوفه، انما كمان قريب من الهارت. والحته دي ايه ديفايند؟ فاكرين لما قلت لكم الميدل بلو تلاقي ايه ديفايند وفيك اوباستي؟ نفس القصه بقى يا اولاد مع اللينجرا، تلاقي ايه ديفايند اوباستي. ده انا عايزه اقوله لك ان هنا واخده فين اللينجرا زي ما احنا شايفين؟ واخده فين؟ واخده في اللور لانج زون. ماشي يا جماعه؟ اهم حاجه هنا مفيش شفت للميدياستاينم، تحس ان اللانج فوليوم ما قلتش ها، عشان تقدر تعرف ان معاك كولابس ولا لا. هي دي الكي بتاعتك، فاهمين يا جماعه؟ فهنا بيقول الدنسيتي في اللور لانج فيلد. ماشي، انت هتكلم، انت بتقول في نان هوموجينس اوباسي او دنسيتي في اللور لانج زونز. لوس اوف ذا ليفت هارت سيلويت، انت مش قادر تشوف، مش ضروري ان هو يعمل اوسكيوريشن، بس في حته منه بقت لي ديفايند. الحته اللي هي فين؟ اللور. بصوا، يبقى انا الكي بتاعتي هو الهارت. فين الورقه بتاع تروح مني؟ مش اه الكي بتاعتي فين؟ هو الهارت من هنا. ومعاها كمان وبالرغم من كده في بلانتنج الكوستوفرينيك انجل بالرغم انها لينجولا. طيب ايه رايكم؟ ايه السيجمنت دي؟ لا مين بقى الشاطر بقى اللي هيقول ايه السيجمنت دي؟ ما تبص كده، يعني انت معمول لك كده وموجود في ليجن. ها، اول حاجه الليجن ده فيه لانج دي فيها نص الفوليوم، انا مش شايفه نص الفوليوم. بالعكس، وحتى الاوباستي في دنس اوباستي موجوده فين؟ في الميدل لانج زونز، واوفر لاينج على ايه؟ واوفر لاينج ايه؟ الليفت هاي رايت هايلاند. صح، لما عملنا اللاترال فيو طلع ايه السيجمنت فين؟ برافو عليكي، ايوه الابيكال اوف لور. يبقى ده حته ثانيه. يبقى انت لما تتوقعي لما الليجن يجي اوفر لاينج على الهايلاند اتوقع ان هو ايه الايبيكال عند الهايلاند. طيب لو انا لقيت ليجن زي ده افكر في ايه؟ دايما الاسبيريشن نيمونيا هي الموست كومن. طبعا الكلينيكال بص الشست من غير كلينيكال مفيش. لو انا عين جاي نيمونيا وما اعرفش ايه، لقيت ليجن كده ونيمونيك او اير سبيس شادوي موجود في الابيكال سيجن بتاعت اللفت لور لوب او الرايت او الليفت، يبقى اول حاجه افكر فيها ايه؟ الموست كومن اسبيريشن نيمونيا. احنا كل ده هنجيبه بالتفصيل، انا لسه بيزك خالص. ايه رايكم؟ ايوه ليفت ابر. بصوا بقى، بالرغم ان هو ليفت ابر واخد ايه؟ واخد ابر وميدل، صح كده؟ ها؟ مش معنى كده بقى ان انا اقول ايه؟ واخد يعني مش واخد، انا قصدي واخد ابر وميدل لانج زونز، مش معنى كده انه واخد جزء من اللور، ماشي يا جماعه؟ طيب في حاجه ثانيه ان احنا نقول دي نيمونيا، شايف اللانج؟ اللانج مفيش ديكريز اللانج فوليوم، في اير برونكوجرام، ها؟ مفيش ديسبليسمنت للفشر، نفس اللانج، اللانج تحس انها الميديستاينم سنترلايز. ليفت ابر لوب نيمونيا ده على طول. طيب ده ايه يا جماعه بقى؟ ده انا حاطه لكم نعمل، احنا قلنا دلوقتي ان البرانكايمال ديزيز او الاير سبيس شادوينج اني ثينج اني ثينج انت بيبقى عندك الكلينيكال يعني، انما ده الكلاسيك بتاع الكومونال انفكشن، ده مش كومون بنشوفه كتير. على فكره عايز اقول لكم على حاجه، انت لما يجي عندك على العينين كومونال اختلاس ولقيت شويه بلورا من تحت، حتى بلورا سيكلينج واتلاكسس حاجه بسيطه، حط البوسيبيلتي حتى ان يكون في كومونال. لو العين جاي وانت مش قادر تشوف يعني مايكرو انفلس، ممكن يبقى العين عنده مايكرو انفلس، فاهم ازاي؟ اذا اي فاين ممكن الجهاز بتاعنا اللي هو ال 128 ده يطلع اللي هو في الديستال فرينشز. فانا لما يجي العيان باي اللي هو ديزني، فاهم ازاي يا جماعه؟ وان هو لقيت اي سبيس موجود كده، حط ان في سبيس اون كونسولديشن، بالرغم ان انت ما شفتش امبوليزم في المين فرينشز، ان المايكرو فرينشز ها والمايكرو امبوليزم كود نوت بي اكسكلودد. طيب اتلاكسس يعني ايه بقى؟ اتلاكسس دي جايه من الجريك، من الجريك وورد ات مينز ها انكمبليت اكسبانشن، بس كده يا جماعه. يبقى يعني هنا كونسوليديشن، انما الاتلاكسس يعني ايه؟ ها انكمبليت اكسبانشن. طيب ديمينيش ذا اير ريزلت ان ديكريز اللانج فوليوم. يبقى انا دلوقتي يا جماعه المين بتاعي هو ايه؟ ها ديكريز اللانج فوليوم. دولت بقى احنا لو جبناهم في الماستر او حتى في الدكتوراه وقلنا انواع الاتلاكسس الناس مش هتعرفها. ايه هم انواع الاتلاكسس بقى؟ الاوبستراكتيف. اوبستراكتيف يعني ايه؟ يعني مثلا اند برونكيال ليجن وعفن، صح كده؟
الباسيف ادينكسس. الباسيف ادينكسس اللي هو اللي هو بيجي مع ايه؟ مع البلورال افيوجنز. طيب ادهيزيف ادينكسس الفايبروزيس ده اللي انا عايزه افرقه. الفايبروزيس يا جماعه مع السيكاتريشن، الفايبروزيس سيكاتريشن، انما الادهيزيف ديكريز اللونج سيرفكتنت اللي هو بنسميه حاله ايه؟ الريسبيراتوري ديستريس سندروم او الاكيو العضلي. ها ريسبيراتوري ديستريس سندروم. ماشي يا جماعه؟ يبقى انا دلوقتي عندنا اوبستراكتيف، عندنا باسيف، عندنا ادهيزيف. السيكاتريزيشن اللي انتوا عارفينه اللي هو مع البلمونري فايبروزيس اللي هو بيشوفوا على حالات التي بي. طيب الراوند ادلاكسس، الراوند ادلاكسس دي ديبندنت نودولار اتيلاكسس وشالو بريزنج اتيلاكسس. على فكره دي مش عارفين نشوفها. انت تلاقي العيان اخذت مات كتير في السي تي وتلاقي في حته ها فيزا الاتيلاكسس كده وبدلنا النتيجه للشالو بريزنج. انا مش هخش قوي في الكلام ده، انتوا كلكم حافظينه اللي هو بارشال او كومبليت لوس اوف لانج فوليوم. يبقى اول حاجه عندي اللانج فوليوم، احنا شفنا الكونسوليديشن اللانج فوليوم تبقى ايه؟ مينتيند. البيستسايدز اللي انا بشوفها اهم حاجه بالنسبه لي اللي هو الشيفت اوف الفيشرز، والكراودنج بقى للبرونكاي والفيزلز الكلام ده كله ايه حفظ بقى. انا مش عايزه اعرف انكريز الدنسيتي عشان في لوس اوف فاريشنز. طب انا هقول لك على حاجه بس دي اللي مهمه بقى، هل الاكلاكس ممكن اشوف فيه البرونكوجرام؟ ايوه ممكن اشوف فيه البرونكوجرام. انت يا جماعه لو مفيش كومبليت، ها لو مفيش كومبليت اوبستراكشنز. الاندايركت ساينز اللي انتوا عارفينها بقى اللي هو ميدياستاينال شيفت ودايفرام اليفيتد والريفس تبقى كراودنج، ومهم قوي 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 اللي هي الكومبنساتوري هايبر انفليشنز. وفي حاجه اسمها اللي هو التنتنج اوف دايفرام، دي هنشوفها مع بعض دلوقتي. يعني ايه تنتنج اوف دايفرام؟ برافو عليك كده، من النص الدايفرام حصل له تنت واليفيتد بقى زي الخيمه. ايه رايكم في ده؟ ده كولابس لكل اللانج صح كده؟ لليفت هيميثوركس ليه؟ اول برافو عليكي، اولا في سيلويت ساين مع الهارت، في سيلويت ساين مع ها مع الدايفرام، في شيفت للتراكيا والميدياستاينم للسيم سايد صح. طب لو مفيش شيفت، لو مفيش شيفت برافو عليكي، ممكن يكون كولابس وافيوجن، ممكن يكون ايه؟ يمنكتني اتشالت الدايفرام صح كده؟ مش لازم تفكر. يبقى انت ايه الكيب بتاعتك ايه اللي انت شايفه كده؟ ان انت مفيش ان هو التراكيا والميدياستاينم مشدود للايه؟ مشدود للسيم سايد. ده نفس الكلام على الايه؟ على الجهه الثانيه هوموجينس دنسي. طب نوصفها ازاي؟ هنقول فيه هوموجينس دنسي اوكيوباينج ها الرايت هيموثوركس اسوشيتد ويز سيلويت ساينز اوف ذا كاردياك بوردرز اند الدايفرام اسوشيتد ويز ها شيفت اوف ذا ميدياستاينم اند تراكيا تو ذا سيم سايد. نيجي هنا بقى، ايه رايكم بقى؟ ده الفرق بقى، ايه رايكم بقى في الحته دي؟ ده كونسوليديشنز ولا اتيلاكسس؟ نعرفه ازاي؟ ده اللي انا نفسي بقى نعرفه لان ده البيزك. ها اول حاجه بصوا كده على اللنج، اللنج دي اصغر من دي ولا لا؟ يبقى في ديكريز اللنج فوليوم، يبقى انا عندي سام سورت اوف اوف كولابس صح؟ سام سورت هو الاتلاس هو الكولابس. يبقى انا ايه دلوقتي؟ يبقى في هنا عندي هنا في ايه كمان؟ في هوموجينس دنسي في الرايت ابر لانج فيلد. في شويه الميدياستاينم مشدود كده، بصي حتى اللانج دي في ميدياستاينال شيفت بسيط. في كمان حاجه مهمه قوي، ليس اوف سلويت ساينز مع الاسندنج اورد. ليس اوف سلويت ساينز ومع الاسندنج اورد ده مع الكونسوليديشن والكولابس. انما انت عندك الكي هنا ان اللانج فوليوم دي قليله ولا لا؟ عندك شيفت الميدياستاينم ولا لا؟ خلاص؟ طب نوصف ده ازاي بقى؟ ها؟ هنقول في هوموجينس دنسي موجوده في الرايت ابر. انا ببتدي لما الاقي في كولابس ديكريز الفوليوم اوف الرايت لانج اس كومبيرد تو ذا كونترالاترال سايد. يبقى دي اول كي بتاعتي. تاني حاجه في هوموجينس اوفاسيتي موجوده في رايت ابر روب اشيت ويز بوزيتيف سيلويت ساين على اسندنج اورتا ماشي من هناك، وفي شيفت او ماينور شيفت للميدياستاين. لو انت مش حاسه لما كونك هي الكي بتاعتك حسيت ان اللونج فوليوم قليله يبقى ده في سام سورت اوف كولابس. ايه رايكم بقى دي؟ كولابس بس كولابس فين؟ ليه بقى؟ خلينا بقى نركز في الحته دي. بصوا يا جماعه، مش انا قلت لكم ان اللنج بتيجي ريترو كاردياك؟ ها دي اللنج، دي اللنج اللي هي كولابست. شايفه مسوقه فين؟ ريترو كاردياك الاول خالص. دي ده الرايت لانج فيلد او الرايت هيمي سوركس، وده الليفت. الفوليوم هنا اقل ولا لا؟
اقل. بعد كده ادور على دنسيتي، يبقى انا اول حاجه لقيت ان اللانج فوليوم دي اقل من دي، يبقى في سام سورت اوف كولابس. ادور بقى ده رايت ابر لوب ولا ميدل لوب ولا لور لوب. لقيت في هنا ايه؟ ها بسم الله الرحمن الرحيم، هنا في ايه؟ ها في ريترو كاردياك اوباسيتي. عامله ايه كمان؟ ها برافو عليكي، سلوت مع الديافرام، يبقى ده ايه؟ ليفت لور لوب كولابس. سهله يا فندم، ارجع تاني. ما هو الكولابس هو الاتلاكسس، هو الكولابس هو الاتلاكسس ماشي. هنا او جمله اللي هي الاتلاكسس معناها ايه؟ ديز لونج فوليوم انت عارفه، او معناها تاني حاجه كده ديمينيش ديجير. فاهمه ازاي؟ حاجه عملت اوبستراكشن ديمينيش ديجير. بس ساعات بلاقي في ايه بروجرام نتيجه لان انا ما بيبقاش عندي كومبليت كولابس. بس عملت هي دي الاجلاتيف بان. اجلاتيف بان يعني ايه؟ حته من اللونج. ها مش احنا اللونج مليانه ايه؟ مدام الليسي اللي فاهمه في الليس كده دول ليش بيز اجلك يعني ايه اجلاتيف بان؟ الحته بتاعت اللونج دي فيهاش ايه؟ بقت كولابسد على بعضها. لما بقت كولابسد على بعضها بقت فيها انكريز دنسيتي. لو هي كومبليت ساعات بتبقى كومبليت اريا اوف كولابس مش هتشوفي فيها اي انفو جرام. لو لقيتي فيها شويه انفو جرام وانت لاقيه اللنج فوليوم عندك اقل يبقى ده انكومبليت كولابس. فاهمة ازاي؟ لسه شويه اير داخلين. يبقى الكيفتي بتاعتك الفوليوم بتاع اللنج ده ديكريز ولا لا؟ فاهمة ازاي؟ فاهمة ازاي معايا؟ هي اتيلاكاتيك باند، هي الاتيلاكسس، هي البارشال كولابس، هي كله كل هي دي معناها ايه؟ decrease lung volume. ماشي؟ احنا قلنا دلوقتي انت فهمتي الكونسوليديشن، الكونسوليديشن ما فيهوش ديكريز اللانج فوليوم، الاير سبيس زي ما هي، بس حصل ايه؟ حصل انفلاميشن، فالاير سبيس الاير ريبليسد بايه؟ باي فانكشنج يعني، زي ايه؟ زي فلويد، ها؟ زي بلاد، اي سامثينج ايه؟ سامثينج ايلس، فانت بتقولي ان ده كونسوليديشن، يبقى فهمنا معنى ايه كونسوليديشن واتيلاكسس. لو انت رحت النهارده لقيت الكونسوليديشن اكسس هيثبت ومش هيطلع من دماغك. انا طبعا مش داخله قوي في التفاصيل بتاعت المذاكره، انا اللي يهمني ازاي نعرف نشخص يعني. طيب نبص على هنا كده بقى نفس الكلام، ايه رايكم؟ بصوا بقى تاني، نرجع تاني ناخد حته حته. شايفين اللفت هيميثوراكس وده الرايت هيميثوراكس، ايه رايكم؟ ده اقل شويه ديكريز اللانج فوليوم. لو بصينا كده على الابر لوب، الابر لوب كويس خالص، انما لو جينا هنا لقينا فيه ايه؟ تريانجولار اوباستي. موجوده فين؟ موجوده في الرايت لور لانج زونز. في شايفه هنا ده سوري الدايفرام، الدايفرام هنا شوفي واضح قد ايه؟ هنا بيبتدي يعمل سيلويت ساين مع الدايفرام. ماشي يا جماعه؟ سيلويت ساين مع الدايفرام، والهايلم موفد داون وورد، والهايلم موفد داون وورد، يبقى ده على طول ايه؟ لور لوب اتلاكسس. تاني عرفنا بقى هنا بقى بصوا بقى، دي التكه وكانت معايا حاجه وكانت هتفوت عليا والله. كانت في طفله صغيره خالص، ها؟ كانت جايه بلانج زي ده كده، ها ازاي؟ وهي كانت فيبرش وكده. هي لما بيجي الاطفال وهم بهاي فيبر او حاجه زي كده هو عايز يتاكد ان دي برونكايتس ولا فيها اندرلاين ايه؟ في اندرلاين كولابس كونسوليديشن، لانها تفرق معايا. لو اندرلاين كولابس كونسوليديشن هيعمل لها يديها اندرا فينس على طول انتيبايوتكس. فهي حاله كانت حاله زي كده بالظبط، بالظبط يعني، بس مش هي دي. فهنا انت شايف، انت شايفين هنا ايه؟ في فينت، فينت هو ده اللي انا عايزه اقوله بقى. فين؟ في اللوف، في الرايت، ها لور لانج زونز. فينت وباستي، ماشي يا جماعه؟ فينت وباستي في الرايت لور، في فيج بنقول عليها فيج دنسيتي في الرايت لور لانج زونز. ده تخيل بقى بالليجن ده انت ما انتش متخيل. لما شفت لما عملت اللاترال فيو طلع ايه؟ ميدل لو. خلاص كلاسيك، كلاسيك ميدل لو كولابس. فانت لو شكيت، هي الاشعه عايزه كده، انت لو شكيت شويه ايه يعني لما تعمل فيرزر انفستيجيشن وتوصل، عارفين لما الواحد يطنش يوم يقع صح؟ ما تطنش. بس هي دي ليه؟ بصي هنا كده، اه الفيشرز الاثنين قربوا ببعض، الثاني لا. يعني بصي انت لو عندك موفمنت للفيشرز يبقى ده كولابس. لو هما زي ما هما، ها ليه في موفمنت للفيشرز؟ لان ده كريزي لانج فوليوم، فبالتالي الفيشرز هتقرب من بعضها. الهايلم بصي انت لو وصلتي رجعتي تاني كده، لو رجعتي تاني كده هتلاقي الهايلم برضو مزقوق لتحت شويه، فولد داون وورد. ده هنا نفس القصه بقى، فين؟ بصوا بقى هنا كده، هنا 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 في ليجنز برضو انت فايند، بس باين في انت فايند بس في الرايت لور لانج زونز. ده بقى برضو ده ميدل لوب ولا رايت لوب؟ انا مش قادره اعرف ليه. عارفين ليه؟ لان هو مش عامل سبيل سايد اي مع الكارديك. ليه؟ لانه اللاترال سيجمنت بتاع مين؟ بتاع الميدل لوب. ففي الحاله دي انت هتعمل على طول اللاترال فيو، هيطلع لك على طول ها ده ميدل لوب كولابس. هنا بقى حته جديده شويه، ايه رايكم في ده؟
نوصف مع بعض. ها العور الاوباسي موجوده فين؟ الاول نمسك حته حته. اللونج فوليوم دي قد دي؟ لا ده بالعكس، انا حاسه ان في اوفر انفليشن على الرايت سايد. طيب يبقى انا دلوقتي داخله في قصه ايه؟ كولابس. طيب ده ابر لوب ولا ميدل لوب ولا لور لوب؟ ماشي، ليه ابر بقى؟ شفتوا؟ ده كان 66 years old male patient presented with dyspnea. لا ده مش ده، ده ده الابيلي، لا ده لسه، ده لسه هنقول عليه حاجه. بصوا معايا يا جماعه، في هنا ساين مهمه قوي، ها اسمها ايه بقى؟ ده ايه؟ ده الاورطه. طب مش في ده الاورطه جنبه ايه؟ في ايه؟ برافو، اللي هي ساين اللي اسمها ايه بقى؟ بصوا ايه اللي حصل هنا؟ ايه اللي حصل هنا؟ حصل عندي هنا اللي انتوا شايفين فيه فيك دنسيتي كده، هنقول فيه ديكريس في اللانج فوليوم، فيه فيك دنسيتي في الايه؟ في الرايت، في الليفت ميدل لانج زونز، الدايفرام صح كده؟ الدايفرام مش سيلويتد. انما حصل عندي حاجه ثانيه، انا هعرف ازاي ان ده ابر ولا ميدل ولا لور؟ هنا في ساينز معينه جدا اللي عايزين نحفظها دلوقتي ثاني، اللي هي اسمها ايه؟ لوفت، ها؟ لوفت سيشل ساين. عارفينها؟ زي يا جماعه معقوله مش عارفينها؟ الاير اللي موجود فوق ده، ها مش الاير بتاع مين؟ مش بتاع الابر لوب، ده حصل هايبر انفليشن الليفت لور لوب وطلع لفوق. فانت تبص على الايه؟ تبص على الاورطه، لو لقيت حواليه ده كريسنت اير، ها ده اسمه كريسنت اير حواليه اللي هو لوفت سيشن سايد. لما تلاقي كريسنت اير ده نتيجه لايه يا جماعه؟ لهايبر انفليشن بتاع الليفت لور لوب عشان يعوض الكولابس بتاع الابر لوب. يبقى احنا دلوقتي من الاول نسترجع تاني، عندنا السيرفيت ساين وكلنا عارفينها، قلنا اوفر بولمونري اوفر لي ساين وعرفناها دي عشان ايه؟ الميدل لوب. ولكن لو بولمونري ارت سيلويتد يبقى ايه؟ لور لور. وتالت حاجه بقى عندناها دلوقتي اللي هي اللوف سيشن ساين، اللي هي بتبقى عباره عن كريسنت اير للاسندنج اورت للاورت نكل في حالات ايه؟ في الليفت ابر لوب كولابس. ايه رايكم بقى ده؟ احنا قلنا دي الحاله بقى الجديده اللي هي 66 years old male patient presented with dyspnea. ها رايت ابر لوب ايه بقى؟ ماشي رايت ابر لوب اوباستي. ها طيب كولابس ايه كمان؟ في حاجه بقى جديده اسمها ايه؟ عرفها؟ جولدن اس ساين. ايه الجولدن اس ساين دي بقى؟ اللي هي ريفرسد اس شيب. لو ركزتي معايا كده هتلاقي ريفرسد اس شيب ده معناها ايه بقى؟ كده 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 مش مهم، ده مش الفشر، انما ريفرسد اس شيب. طيب في صور بتبقى اوضح من كده. انت عارفين ريفرسد اس شيب عشان لما تسمع بس الكلام ده في حالات، ها في حالات ده معناه ايه بقى؟ ان في بس تيجنز هي اللي عامله اوبستراكشن. يبقى انا دلوقتي كام ساين حفظناهم؟ اربعه. نقولهم تاني؟ سيرويت ساين. وبعدين السيرويت ساين ممكن تكتب في التقرير بتاعتك بوزيتيف او نيجاتيف. نيجاتيف سيرويت ساين مع كذا خلاص وخلصت، او بوزيتيف سيرويت ساين مع كذا. بعد السيرويت ساين قلنا الاوفر لاي ساين مع الديسندنج كولمونري ارتري. ها سيشن ساين اللي هي بتاعت اللفت ابر لوب كولابس اللي هو الايه؟ كريسنت حوالين العورته النقل. وبعدين الجولدن اس ساين اللي هي ريفرس اس شيب مع حالات ايه بقى؟ الابر لوب كولابس نتيجه لايه؟ نتيجه الماس ليجنز. ده بقى بصوا، فاكرين لما قلت لكم ان انا ممكن اعرف الاريا اوف اتيلاكسس في الابر لوب؟ عارفين ده مكانه فين؟ ده في الانتيريور سيجمنت. ليه عرفت في الانتيريور سيجمنت؟ عشان ده ترانسفيرس فيشرز. فهمتوني يا جماعه؟ يبقى ده اتيلاكسس فين؟ في الانتيريور سيجمنت بتاعت الرايت ابر لوب. ماشي يا جماعه؟ اخر حاجه هتكلم عليها النهارده نحفظها جامد قوي اللي هي راوند اتيلاكسس. يعني ايه راوند اتيلاكسس؟ الديفرنشال ديجنوز بتاع الكونجنتال كارسينوما. وكنت من 10 سنين قبل ما اسافر السعوديه كان جت حاله كنت قريت عليها بس ما كنتش يعني، وجا حاله قالوا لها دي كونجنتال كارسينوما فقلت انها فعلا راوند اتيلاكسس فهم ما صدقوش. ففتح العيان وطلعت فعلا راوند اتيلاكسس.
اللي هو السبايرال ساينز دي اللي انا هقول لك عليها ازاي تعرفها. الساينس جايه خليكي مركزه بس. نعرف يعني ايه الاول راوند اتيلاكسس. الراوند اتيلاكسس اوكير از ا كونسيكونس اوف ديزيز ويذ كرونيك بلورال سكارينج. يا اي حاجه تعمل بلورال سكارينج ممكن يبقى معاها ايه يا ولاد؟ ها راوند اتيلاكسس especially طبعا هم عارفين بالاسبستوز ريليتد بلورال ديزيز وطبعا التي بي لان التي بي اكثر انتشارا يعني بنشوفهم في حالات التي بي وحالات اللي هم اي حاجه اللي هي اسبستوزس ايه ريليتد بلورال ديزيز موست اوفن بتبقى موجوده فين مكانها تبقى موجوده انت مفكر فيها تبقى موجوده في اللانج بيس وتبقى موجوده ها بوسترو ميديالي يبقى موجوده فين في اللانج بيس وموجوده فين بوسترو ميديالي وبتبقى سب بلورال ان لوكيشن انت فكر فيها تاني لو لقيتها في اللانج بيس سب بلورال لوكيشنز ولقيت البلورا فيها نوديولاريتي انت حاسس ان البلورا دي ما هياش هيلس في بلورال ديزيز يبقى في ثلاث حاجات افكر فيهم انت راوند اتلاسس لما هي موجوده فين تاني في اللانج بيس لو بوسترو ميديالي طبعا ممكن اشوف الحته دي بوسترو لا بس لو بوسترو ميديالي بتتوقع اكتر ماشي يا جماعه ولو في بلورال ديزيز هو بيحصل ايه بقى ايه الباثوفيزيولوجي بتاع الراوند اتيلاكسس ده rapidly forming pleural effusions produce an adjacent area of passive atelaxis احنا لما بيحصل pleural effusion بيحصل معانا ايه passive atelaxis بيحصل بعد كده ايه اللي بيحصل الباسيف اتيلاكسس ده بيحصل ليه معناها ليه الراوند اتيلاكسس دي بتحصل يحصل جروف من الفيسرال بلورا مي انفولد اونتو ذا اريا اوف اتيلاكسس حتى اتيلاكسس انت عندك البلورا لها فيسرال ولها بارايتال الفيسرال بلورا اللي هي جوه تحصل برافو عليك ناحيه اللانج يحصل فيها انفولد جوه ايه جوه الاريا اوف اتيلاكسس ماشي يا جماعه اند كم تو سراوند بارت اوف ات اف ذا افيوجن ريسيد ات وانس على طول اللانج ويز بروبابلي ري اكسباند لكن لو في فايبرس ادهيجنز في الحته دي ها زير بري اكزيستنج كرونيك بلورال ديزيز زين ذا اتيلاكتيك اريا اوف ذا لانج ريمين ترابد باي انفولدد فيسرا بلورا خلاص يا جماعه يبقى فهمناها يبقى يحصل فيه بلورال افيوجن بلورال افيوجنز على طول ريزولف الحته دي كان حصل فيها سكارينج تفضل الفيسرا بلورا انفولد جوه الاتيلاكتيك بان وتعمل لك راوند اتيلاكسس وهي دي سيمتوماتيك لا ايوه يعني كومبليتلي ها يعني نوت ديجنز فما زي انما الديفرنشال ديجنوستيك تعمل تشيست تلاقي ماس ليجن لانها بتعمل كانها ماس راوند كده وفي بلورال بيس وكده يقول لك دي برونكوجينيك كارسينوما هو طبعا لازم تفرق لانها لو برونكوجينيك كارسينوما وسبتها هت ها هتبروسيد وتعمل ايه متاسس فانت بتشوف بقى نقول الايمجينج فايندينج راوند ديستي عند اللانج بيس وهنشوف الحاله دلوقتي كونديكس تو ذا اريا اوف بلورال ديزيز اور سوبر امبوز اون ابارنت اسبستوزس ريليتد بلورال ديزيز اور تي بي دي بقى اللي تعرفها منها اللي هو الكوما تيل ساين ايه الكوما تيل ساينز دي هي علشان جدت الفيسرا بلورا جواها بتلاقي حواليها فيزلز وبرونكاي لو لقيت حواليها فيزلز وبرونكاي اسوايرز اراوند ذا ميز يبقى انت ماشي مع الراوند اتيلاكسس ماشي في لينير باند كمان ممكن تلاقي لينير باند كده اوباديجن اكستندنج لغايه الايلاند يبقى انت عندك كذا حاجه اللي هو بيسميه اللي هو الكراوس فيت ساين ماشي بس انا اللي يهمني الكوما تيل ساين يبقى انا كمان حاجه ثانيه دخلت معايا الكوما تيل ساين الكوما تيل ساين دي معناها ايه برافو عليك وحواليها ايه؟ حواليها برونكاي وحواليها فيزيكس ماشي يا جماعه يبقى كده خلصناها يبقى هي بوسترو ميديا في اللور لانج بيز ريليتد لبلورال برافو عليك ريليتد لبلورال ديزيز وحواليها ايه؟ حواليها سواير البرونكاي والفيزيكس خلاص؟ طيب الحاله اهي بس طبعا ممكن ما تجيش كده انت الليجن ده انت شايفين الفلورا دي الفلورا دي هيلثي؟ ها؟ كلها نودولاريتي صح؟ انما شايفين الليجن فين؟ الليجن اهو يا ولاد الليجن اهو بوسترو ميديال ودنسي انت لو حد مش عارف الراوند اتلاكسس دي مش ممكن يقول دي ماس ليجن ودي برونكوجينيك كارسينوما ممكن يقول دي ماس ليجن ودي برونكوجينيك كارسينوما فلازم تعرفها وتحطها في دماغك انت تفكر فيها اللنج دي ان هيلسي شايفين البلورال هي فيها بلورال كلاسيفيكيشن وبلورال نودولاريتي وبعدين لقيت ليجن هنا كمان يبقى انا بوسترو ميديالي سب بلورال البرونكاي والفيزلز حواليها يبقى انا اسب سبيكت اول بوسيبيليتي ها ان هي ايه راوند اتيلاكسس انا تهيالي احنا كده خلصنا الاتيلاكسس خلينا بقى لغايه كده كفايه يبقى احنا النهارده بس قبل ما نكلم كده كلكم تكونوا معايا خلصنا كام ساين النهارده خمسه سيرويت ساين اوفرلي ساين ها ايه كمان جولدن اس ساين ده بتاع ايه ومعاه انتفاكيا ليجن او ماس ليجن ها لوكسيشن ساين بتاع ايه الابر لوب كولابس والكريسنت اللي حواليه ايه كمان حكومه تنسايد خمسه لسه كتير قوي في الشيست بس كده حفظناهم ماشي يلا افهم
معناه ايه؟ ده كونسلتيشن كولابس معناه ان العيان ده صح.